يوم الشهيد هو يوم لكل أسرة في الإمارات، يوم الشهيد هو يوم فخر لنا نعتز بأبنائنا الأبرار الطيبين. في هذا اليوم لي رسالة إلى أم الشهيد، نقول تكفى، نقول ابنك ما مات هو حي، نقول لأبي الشهيد ترى ابنك هو ابننا وغالي علينا كلنا، وكثر الله خيركم كلكم في تربيتكم الطيبة. الإمارات الحمد لله رايتها مرفوعة، ونحن كنا أسرة واحدة، وهذا الشهيد هو شهيد وابن لكل أسرة إماراتية. هذا حالنا نحن أبناء الإمارات، هو أسرة واحدة مترابطة، نفتخر بعضنا ببعض ونعين بعضنا بعض ونرفع رايتنا، كنا راية العز راية الكرامة.